بدأت اليوم أعمال الاجتماع 16 للمجلس الاستشاري للتنمية الثقافية في العالم الإسلامي، ويأتي هذا الاجتماع في إطار احتفاء المحرق عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2018 للمنطقة العربية. خلال الجلسة الافتتاحية ألقت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار كلمة شددت فيها على أهمية هذا التجمع بالنسبة للعالم العربي والإسلامي، مشيرة إلى أن الاعتزاز بالهوية التاريخية والجغرافية يجب أن تترجم إلى رؤى ومنجزات على أرض الواقع، فالإرث الثقافي والفني الذي نمتلكه جدير بأن يضعنا بين الدول المقدرة لتراثها الإنساني العريق. من جانبه أكد الأستاذ محمد الغماري مدير أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والمؤتمرات الوزارية المتخصصة أن هذا الاجتماع يأتي لمواجهة التحديات التي تعيق التنمية، لا سيما الاحتلال الإسرائيلي وتنامي ظاهرتي التطرف والطائفية. وقد تخلل الاجتماع عقد جلستين حول تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي القدس الشريف، ومشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب. نحن من خلال هذه الوثيقة التي نقدمها في هذا المؤتمر نريد أن تكون هناك أولا مقاربة جديدة لهذا الموضوع من خلال يعني اقتراح عدد من المشروعات الجديدة التي نرمي من خلالها إلى تعزيز الاهتمام بقضايا الحفاظ وحماية التراث الثقافي والحضاري في القدس الشريف. وكذلك نريد من خلال هذا المشروع أن نقدم يعني نوسع العمل بشأنه ليكون هناك مجال أوسع لعدد من المنظمات الدولية، خاصة لتعمل معنا وبشراكة مع دولنا بطبيعة الحال ومع دولة فلسطين جهات الاختصاص فيها على تقديم مزيد من الدعم لهذا التراث الإنساني